نروح لموضوع تاني وحالة من الحزن والغضب على مواقع السوشيال ميديا بعد انتشار قصة فتاة قاصر اسمها بسنت، كان عندها 17 سنة من محافظة الغربية بعد انتحارها بسبب الضغوط اللي تعرضت ليها من قيام شاب منحرف بابتزازها بصور مركبة مخلة ونشرها على الفيسبوك. الصور انتشرت في قرية بسنت فما تحملتش كلام الأهالي في قريتها عن سمعتها وتعرضت لحالة نفسية سيئة أدى في نهاية المطاف لتخلصها من حياتها بتناول حبة الغلة السامة. ودي صور البنت الله يرحمها، 17 سنة قاصر لم تبلغ 18، قررت أن هي تنهي حياتها بعد ما تعرضت للابتزاز. بس أنت قبل ما تنتحر سابت رسالة لأهلها بتأكد ليهم فيها أنها بريئة وأن الصور متفبركة وأنها متربية أحسن تربية وما تعملش كده أبدا، وكتبت تقول في الورقة أو في الصورة دي: ماما يا ريت تفهميني، أنا مش البنت دي ودي صور متركبة والله العظيم، وقسما بالله دي ما أنا يا ماما بنت صغيرة ما استاهلش اللي بيحصل لي ده، أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة، أنا بتخنق وتعبت بجد، حرام عليكم، أنا متربية أحسن تربية. نشرت المواقع الصحفية أخبار بتفيد القبض على الشابين المتهمين بفبركة صور مخلة للطالبة بسنت لعرضهما على النيابة العامة للتحقيق. وازيهو الخبر القبض على المتهمين في واقعة بسنت ضحية الصور المفبركة. انتحار بسنت الحقيقة فجر موجة من الغضب الكبير على السوشيال ميديا، وطالب آلاف المشاركين في الهاشتاج بأخذ حق بسنت عشان ما يتكررش مع بنات أخريات. وكتب حساب باسم مصراوي بيطالب بتغليظ العقوبة على أي مجرم ينتهك خصوصية الناس ويشهر بيهم، وكتب: بنت 17 سنة شابين ركبوا لها صور عريانة وهددوها عشان يبتزوها، رفضت تستجيب ليهم فوزعوا صورها على موبايلات القرية في كفر الزيات، البنت انتحرت. وسابت جواب لأسرتها إنها مظلومة، ولكن لازم تغليظ قوانين لأي ابتزاز في انتهاك الحياة الخاصة للإنسان. أيضا كتبت آيات تغريدة تطالب فيها برجوع حق وكرامة بسنت من أجل حماية كل البنات اللي ممكن يتعرضوا لنفس الموقف، وكتبت وقالت: ما قدرتوش تحموا بسنت وهي عايشة، على الأقل انصفوها ورجعوا لها حقها وردوا لها كرامتها بعد ما ماتت. ده مش حق بسنت بس، ده حق كل بنت ممكن تتعرض لنفس اللي تعرضت ليه بسنت. انا وانتي وهي ممكن بكره اكون مكانها، وممكن تكوني انتي كمان مكانها، عشان كده مش هنسكت، وده وقت نتكلم وندافع عن حقنا. حملت سلمى ايضا اهل البنت الضحيه المسؤوليه لانها ما دفعتش عنها ووفرت لها الحمايه عشان تاخد حقها من المجرم اللي حر طليق دلوقتي، هو اتقبض عليه الحمد لله يعني. وكتبت وقالت: اهلها لو بس كانوا قاموا بدورهم ودفعوا عنها واحتووها ووفروا لها الحمايه كان زمانها موجوده وسطنا والمجرم اتحاسب، بس اللي حصل ان المجرم عايش حر والضحيه هي اللي ماتت. كل الضحايا اللي مروا بنفس تجربه بسنت هم مقتولين بايد اهاليهم والمجتمع مش منتحرين. اما احمد فانتقد المجتمع اللي بيجي على الضحيه وبيصدق اي اتهامات وبيسيب المجرم، وكتب وقال: بسنت مش قصه ولا بنت انتحرت، بسنت بتمثل افكار ملايين البنات اللي عايشين في امان الله ويجي مبتز حقير يضيع حياتهم. عارفين ليه؟ لأن المبتز عارف إن المجتمع مش هيتكلم عليه في حاجة، المجتمع هيبص وهيرمي اللوم على الضحية وبس. بس أنت بجد ما تستحقش اللي حصل لها. أستاذ سهيل أهلا بيك، والحقيقة أول سؤال لازم نسأله في تغطيتنا لحادثة بسنت هو البنات القصر المتواجدين بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، لو كانت أي بنت أخرى مكان بسنت قررت إن هي لا تنهي حياتها وإن هي تتمسك بالحياة وتواجه هذا المبتز المجرم، إزاي تتعامل تقنيا مع هذا الأمر وهذه الأزمة؟ يعطيكم العافية أولا والله يرحمها بسنت. بالنسبة لهيك يعني هيك أحداث، أنا بشوف نقص التوعية بهذا الشيء اللي عم بيصير. يعني كيف مثلا اليوم نحن في عالمنا العربي ما عندنا توعية اللي هي متخصصة بالخصوصية. لو في وعي، لو بسنت بتعرف بشيء اسمه مثلا شيء له علاقة بالخصوصية، شيء له علاقة بمحاكمة المحاكمة التقنية،
انه هي قادره تاخذ حقها بشكل قانوني، هي قادره تعمل هذا الشيء، لكن مع الاسف ما بتعرف. الكثير ناس، كثير بنات مثل ما قلتي انت حضرتك، ما عندها معرفه بي 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 بالحمايه الرقميه، خلينا نسميها. فانا عفوا، انا بنصح بقوه انه بهيك معاملات انا قادر اخذ حقي. انا كبنت كنت مراهقه، او كنت مثل هاي المعلمه مثلا كانت عم ترقص، هي قادره تاخذ حقها. هنالك كثير من الادوات اللي بتكشف الكاميرا، بتكشف المصور، بتكشف الشخص، بتكشف باي دقيقه صار الفيديو، هل الفيديو او هل الصوره حقيقيه ام مفبركه. وعلى هذا الاساس انا باخذ حقي قانونيا. الوعي القانوني مهم جدا بالنسبه للانتهاك الخصوصيه الرقميه. طيب ازاي تحولت في رايك مواقع التواصل لمساحه واسعه من انتهاك الخصوصيه، خصوصا ان احنا دلوقتي كمان في يعني استشراف لمستقبل الميتافيرس والعالم الموازي وكل هذه الامور التي بتزيد الحقيقه من المخاطر على الخصوصيه، وبالذات المخاطر دي والمخاشي دي على الجيل الصغير اللي هو قد بسنت واصغر منها كمان في السن، اللي مش مدرك حقوقه فيما يتعلق بالخصوصية. هلا بالنسبة للخصوصية، هلا دائما نحن كل ما بندخل على تطبيق جديد مثل فيسبوك، مثل انستغرام، مثل اي شيء، هن قانونيا بيسألوك انه هل انت توافق على خصوصية وعلى حفظ البيانات الى اخره. لكن مع الاسف بتعرف انه الكل جميع اليوم بس يدخل ابلكيشن، بس يدخل التطبيق، يعني مباشره بيحط موافق وبكمل، لانه هو اصلا ما بيقرا الخصوصيه. لهيك مثلا في امريكا اليوم صار في قانون جديد انه انت لازم تشرح بشكل مبسط وبشكل سهل وبشكل واضح عده نقاط، انه هو شو حنعمل نحن بالبيانات تبعك، بالخصوص بالديتا تبعك كلياتها. فمع الأسف مثل هذه التطبيقات لديها يعني لديها كل المعلومات عنا، تعرفنا نحن شخصيا أكثر ما نحن بنعرف عنا، شو بنحب شو بنكره، شو الشيء اللي بيزعجنا، شو الشيء اللي بيفرحنا، شو الشيء اللي بيحبطنا، شو الشيء اللي بيشجعنا. فهي البيانات مخيفة بشكل كبير، لأنها لديها يعني مساحة واسعة بالفبركة. فمثل هيك ما مثل هيك معلومات مثل هيك، يعني نحن في عالمنا العربي مع الأسف ما في عنا توعية كبيرة لاحتضان هذه الخصوصية. مثل ما ذكرتي حضرتك إنه لديها مساحة واسعة في الفبركة. اليوم اللي صار مع بسنت كثير مؤلم، وكان الناس كثير يعني آمنت بهذا الشيء، لأنه ما يعني ما بتعرف بشيء اللي اسمه في مفبرك. لهيك انه لازم يكون في عندنا توعيه كبيره بالنسبه طيب يعني هو الخطوات من الناحيه القانونيه بتتم فقط على ارض الواقع مع الحكومه اللي احنا عايشين في البلد اللي احنا عايشين فيها، سواء كانت مصر او غيرها من الدول، ولا ايضا الخطوات اللي هي المفروض بنحمي فيها نفسنا وخصوصيتنا بتتم ايضا عبر هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تبليغ، من خلال اي اجراء اخر يمكن ان يتخذ لحذف هذه الصور أو حذف هذه المواد اللي ممكن تكون مخلة ويبتز بها المجرم الضحية؟ هذه التطبيقات بالأخير هي بتعمل على هذا الأساس، على أساس البيانات. يعني هي بالأخير عم تستخدم هاي البيانات كرمال تجذب المسوقين، اللي هن بيستخدموا هاي البيانات كرمال بيسوقوا لك مثلا منتجات أو أي شيء. اليوم عندنا مثلا في جوجل في شيء اسمه كوكيز، هو كان اسمه أول ما طلع شيء اللي اسمه كوكيز، هو اسمه البيانات الخاصة، لكن اسم كلمة بيانات خاصة اسم مخيف، كلمة مخيفة بالنسبة للمستخدم. لهيك صار يستخدموا كلمة كوكيز كرمال إنه بيسهل استخدمها أو بيقبلها. لهيك هاي الشركات بتقول لك قانونيا انا عم باكد موافق ولا لا. برجع بقول لك في امريكا اليوم كثير من المحاكم ضد فيسبوك، فيسبوك غيرت اسمه بسبب هذا الشيء اللي هو انتهاك الخصوصيه، متعلق بالوعي باتجاه. مثلا اليوم عندنا في اوروبا كثير ناس عندها صار وعي انه مثل هيك شركات مثل فيسبوك، انستغرام، جوجل، تيك توك، كل هي الشركات السوشيال ميديا لديها اكسس لكل معلوماتي الخاصه،
فصار في شيء اسمه انه انا كيوزر قادر انه امحي كل بياناتي، قادر بخبر فيسبوك انه انت ما بتستخدم بيانات. اليوم كل مستخدم انا كسهيل فيني مثلا عن طريق التطبيق تبعي بقول لفيسبوك انه لا تستخدم اي بيانات لدي، لا تفرض اي صوره، لا تعمل اي، قادر اعمل هذا الشيء. لكن ما في وعي بعالمنا العربي لهي الناس انه تحافظ على معلوماتها الشخصيه.